النهارده ونستعرض الاخبار البطوله قالت ايه على المواقع والجرايد المصريه. اول خبر عندنا من الموقع الرسمي، الموقع الرسمي نادي الاهلي بيقول سيدات طائره الاهلي يفتتح اليوم مشواره في البطوله الافريقيه. اليوم السابع الاهلي امام كانون الكنغولي في افتتاح مشوار البطوله الافريقيه لسيدات الطائره. الوطن الليله سيدات الاهلي يبدأن الدفاع عن لقب افريقيا للكره الطائره. فعلا اليوم افتتاح بطوله افريقيا للطائره ومواجهه هامه للاهلي مع كانون موقع الكابتن. صباح الليله طائره سيدات الاهلي تستهل مشوار بطوله افريقيا بمواجهه كانون الكنغولي. فعلا هو الدفاع عن اللقب، الدفاع عن اللقب الافريقي اللي الاهلي خده على ارض النادي الاهلي السنه اللي فاتت في نفس الوقت. البنات كانوا على قدر المسؤوليه وقدروا يتوجوا بالبطوله الافريقيه ان شاء الله باذن الله بالروح والحماس وتشجيع الجمهور، والجمهور هو اهم حاجه، اهم سلاح للنادي الاهلي جمهور النادي الاهلي اللي بيقف معاه وبيقف وراه في كل الاوقات، خساره مكسب كل اوقات الجمهور الاهلي جمهور مهم جدا وهو السند الحقيقي للنادي الاهلي.